الفيديو هذا غنحاولوا نجربوا اللائحة ديال الوليد الركراكي اللي اختارها باش تواجه المنتخب الليبيري وكذلك المنتخب بوركينا فاسو. اول مباراة اللي غتكون هي يوم السبت، ونتمنوا الفوز للمنتخب المغربي اللي غتكون مع المنتخب الليبيري في اطار تصفية ديال كأس افريقيا الكوت ديفوار 2024. اما المباراة الثانية اللي غتكون مع بوركينا فاسو فغتكون مباراة ودية، ونتمنوا كذلك فوز للمنتخب المغربي. وكذلك غنجربوا الاسماء الجديدة اللي انضمت للمنتخب المغربي كأمين عدلي ويونس حامد وكذلك لاعبين اخرين اللي انضموا للائحه ديال الوليد الركراكي. فبلا ما نطول عليكم اكثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وعطيونا لي لايك ديالكم باش تقترح هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو بعد الانترو. لكن قبل ما نبداو الدراري كيف العاده غنطلعوا التعليق ديالكم. عندنا اول ديديكاس لعبد الرحيم هنا من اسفي، وديديكاس لايمن من اكادير ديديكاس لك، وهنا ديديكاس الناس القنيطره راه ديديكاس لكم في هذا التعليق هذا، وديديكاس ناس برشلونه ديديكاس لكم. واي واحد الخوت بغى يطلع خلي لي التعليق ديالو، ففي كل فيديو كنطلع اربع تعليق، فمرحبا بالكل. اذا كما كتشوفوا الخوت هذه هي اللائحه ديال المنتخب المغربي، نفس ديال وليد الركراكي كما كتشوفوا. اذا غيكون عندنا دري في حراسه المرمى اللي هو ياسين بون، والدري الحارس الاساسي ديال المنتخب المغربي. وغيكون عندنا كذلك هنا الكابتن ديالنا رومان سيس في الدفاع، هو وجواد ليامغ كما كتشوفوا، وكاين كذلك اشرف حكيمي ونصير مزراوي الاجنحه ديال الدفاع المنتخب المغربي. اما لاعب الارتكاز اللي هو سفيان امرات، كاين بوفالا الخوت هو وحكيم زياش، فرغم الدراري ما ناداش عليهم المدرب ديال وليد الركراكي فخليتهم هنا في التشكيله ديال المنتخب المغربي. وكذلك عندنا هنا امين حارس اللي غيكون معنا الخوت حاضر، وهنا هو سليم املاح الدراري اللي انتقل مؤخرا لفالنسيا، وعندنا كذلك هنا النصير حتى هو غيكون معنا، ومحمدي الدراري حارس ثاني المنتخب المغربي، وهنا عز الدين اوناحي حتى هو غيكون معنا الدراري حاضر، هو ويحيى عطيه الله كما كتشوفوا نايف اكرات حتى هو الدراري معنا، وعبد الرزاق حمد الله حتى هو الدراري غيكون حاضر معنا كما كتشوفوا، وعبد الصمد الزلزولي حتى هو غيكون حاضر هنا، هو وزكريا ابو خلال كما كتشوفوا هنا ان افقار كذلك الدفاع الدراري غيكون حاضر معنا، هو يونس عبد الحميد هذا اللي تنادى عليه مؤخرا، وعندنا كذلك الكعبي حتى هو يكون معنا، وهنا امين عدلي غيكون معنا الدراري حاضر هنا في التشكيله ديالنا. اذا هذه اللائحه ديال المنتخب المغربي، ناقصين بعض اللاعبين الخوت لكن قدرت نسجل هاد اللاعبين فقط. اما الان الدراري فجات المباراه ديال المنتخب المغربي والمنتخب الليبيري في اطار تصفيات كاس افريقيا الكوت ديفوار 2024. اول حاجه الخوطه يمشيو ديريكت للخوطه، نشوفوا الخوطه اللي غنلعبوا بها. اذا الخوطه اللي غنلعبوا بها الدراري هاد الخوطه هذه كما كتشوفوا 2 2 3 3، اذا غيكون عندنا الدراري كما تشوفوا هاد التشكيله هذه. غيكون في الحراسه المرمى ياسين بونو، هو نايف اكرد، رومان سيس قلوب دفاع، هنا الاجنحه يكون عندنا نصير مزراوي هو اشرف حكيمي. اما لاعب الارتكاز الدراري غيكون معنا سفيان امرابط، وهنا املاح، هنا عز الدين هنا حيكونوا في الوسط، وهنا امين عدلي ويوسف نصيري، وهنا الصمد الزلزال يكون عندنا في الهجوم. اذا هذه التشكيله المتوقع يلعب بها وليد الركراكي ضد ليبيريا. نتمنى تكون التشكيله هذه مزيانه كما كتشوف الخوت. اذا دابا غنمشيو ديريكت للمباراه ديالنا. اذا هنا المنتخب المغربي والمنتخب الليبيري، هنا الجوله السادسه والاخيره من تصفيات كاس افريقيا الكوت ديفوار 2024. ما علينا الا نديرو ركله البدايه. سيداتي وسادتي مرحبا بكم معنا في هذه الاجواء الكبيره، يا الهي على هذا يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكم من النجوم وحافز تحقيق اللقب، لا يوجد ما هو اكبر من هذا الحافز. بالتاكيد كل لاعب مطالب اليوم بان يكون بتركيز عالي، كلا المدربين كل اللاعبين. اذا على بركه الله الخوت نحاولوا نطلقوا كره ونلعبوا هذه المباراه هذه اللي غتكون مع المنتخب الليبيري. فالمنتخب المغربي ديجا الدراري ضمن الصعود ديالو لكاس افريقيا الكوت ديفوار، فهذه المباراه هذه غتكون الجوله السادسه. نحاولوا الدراري نجيبوا هنا الفوز ديالنا، ولما لا يكون في الواقع هنا الدراري نحاولوا نبقاو ضاغطين ونقطعوا كره هذه هجمه الدراري المنتخب الليبيري هنا للفيرد. يلا نايف اكرد ما يتيريش هذه الكره هذه، لكن كيسدد وكضيع هذه الكره هذه الدراري زقلونا في الكره. إذا كما كتشوف الخوت هنا هجمة المنتخب الليبيري، لكن هنا عز الدين أوناحي كيقطع الكرة هذه مرة أخرى. أمين عدلي كتلقى باس طويل هنا لصمد الزلزولي، كيخرج كرة هنا لسليم أملاح، كيحاول يمر أمام الدفاعات الليبيرية، باس ليوسف النصيري كان في موقع متسلل وكضيع الكرة هذه كما كتشوف. هذا هو التسلل اللي كان للنصيري، هذه صعيبة المنتخب الليبيري. يلا واحد يقطع واحد يقطع، هذه صعيبة صعيبة للأسف. الخوت كما كتشوفوا اللي حصل الحظ هنا تسلل المنتخب الليبيري. دابا الخوت نحاولوا نمشيو ديريكت، نحاولوا نديروا بعض التغييرات كما كتشوفوا النتيجه 0-0، الماتش مسدود تماما. نحاولوا الخوت نديروا بعض التغييرات ولما لا نجيبوا الفوز. اذا غنخرجوا النصيري ندخلوا عبد الرزاق حمد الله كما كتشوفوا هنا، وعندنا يحيى عطيه الله حتى هو غيدخل في المكان ديال نصير مزراوي. نحاولوا نزيدوا الدراري شي تبديل كما كتشوفوا، نخدوا الدراري يونس عبد الحميد
وندخلوا في المكان ديال نايف اكرد. اذا نديروا ثلاثه تغييرات كما كتشوفوا ونخليو التشكيله ديالنا هكا وندخلوا ديريكت المباراه ديالنا. نرجعوا الدراري الاجواء ديال المباراه. الخوت هذوما التغييرات ديالنا كما كتشوفوا، هذا ندوخوا ثلاثه التغييرات الدراري، نحاولوا نجيبوا الهدف الاول اللي ما لا يكون المنتخب المغربي. هنا ضربه مرمى ياسين بونو كيحاول يعلي هذه الكره هذه. اذا هنا كره مغربيه الدراري، وصلنا للدقيقه 76 مازال النتيجه 0-0. هنا عبد الرزاق حمد الله نحاولوا نخرجوا باس يلا السليم املاح لانفراد، لكن الحارس كيخرج على الكره هذه وكتضيع. مره اخرى لازالت كره للمنتخب الليبيريا، حاول تقطع يا سيس، حاولوا الدراري نزيدوا الهجمه مره اخرى. هنا امين عدلي كيخرج باس لامين عدلي، يلا باس مره اخرى كترجع الكره الدراري. هنا اشرف، اشرف كيحاول يمر امام المنتخب الليبيري. هنا الدراري الحكم كيصفرنا خطا للمنتخب المغربي قريب بزاف في الشبكه، نحاولوا نستغلوا هذا الخطا هذا. وهنا اللاعب كيدير ورقه صفراء، اذا عبد الصمد الزلزولي هو اللي غيحاول ينفذ هذا الخطا هذا. نحاولوا الدراري نركزوا لما لا نجيبوا الهدف الاول. وصلنا دقيقه 81 مازال النتيجه 0-0، نحاولوا الدراري نركزوا. اوكي لعبد الصمد، هدف عالمي الخوت هذا الهدف هذا كما كتشوفوا. عبد الصمد الزلزولي كيماركي الهدف الاول للمنتخب المغربي على المنتخب الليبيري من ضربه حره مباشره كما كتشوفوا. ونشط حديال هنا الدراري عبد الصمد الزلزولي. اذا هذا هو الهدف العالمي كما كتشوفوا لعبد الصمد الزلزولي على المنتخب الليبيري. إذن هنا هجمه لمنتخب الليبيريا، لكن امرابط كيخطع هذه الكره هذه. مازالت امين عدلي كيخرج باس حمد الله، حمد الله كيحاول يهرب هذه الكره هذه لا سدد يا حمد الله، لكن تالق الحارس على الكره هذه وكتضيع على المنتخب المغربي. اذا الدراري وصلنا للدقائق الاخيره كما كتشوفوا، مازال تغلبين بواحد الصفر على المنتخب الليبيري. وهنا كره لازالت لمنتخب الليبيري، نحاولوا نبقاو ضاغطين لما نجيبوا الهدف الثاني. هنا اشرف، اشرف كيحاول يقطع الكره هذه كترجع مباشره لعبد الحميد. يونس عبد الحميد خرج باس لاشرف حكيمي، كيصالي الماتش الدري على هذه النتيجه هذه 1-0. تغلبت المنتخب المغربي على المنتخب الليبيري وسالت هذه المباراه هذه ب 1-0 الجوله الاخيره من تصفيات كاس افريقيا الكوت ديفوار 2024. اما الان الدري وصلنا للمباراه الثانيه اللي غتكون مع المنتخب بوركينا فاسو. غنحاولوا ندخلوا مباشره نوريكم الخطه اللي غنلعبوا بها هذه المباراه هذه. كما كتشوف الخطه نحاولوا نلعبوا ب 4-1-2-3 كما كتشوفوا. هذه هي التشكيله اللي غتحاول تواجه الخوت المنتخب بوركينا فاسو، غتكون مباراه وديه. حراسه المرمى ياسين بونو، هنا يونس عبد الحميد يكون حاضر معنا في قلب الدفاع، هو رومان سايس. وهنا الاجنحه نصير مزراوي وكذلك هو اشرف حكيمي. قلب الارتكاز يكون هنا امرابط، وعندنا كالي امين حارث، وعندنا الدراري سليم امن لاعب يكون حاضر في الوسط، عبد الصمد الزلزولي امين عدلي وعبد الرزاق حمد الله يكونوا في الهجوم. اذا نخليو التشكيله كما هي ونمشيو ديريكت للمباراه دي. اذا هنا المنتخب المغربي بوركينا فاسو مباراه وديه دوليه، ما علينا الا نديرو ركله البدايه. سادتي مرحبا بكم معنا في هذه الاجواء الكبيره، يا الهي يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكف من النجوم وحافز تحقيق اللقب، لا يوجد ما هو اكبر من هذا الحافز. بالتاكيد كل لاعب مطالب اليوم بان يكون بتركيز عالي، كلا المدربين كل اللاعبين والمشجعين يترقبون ينتظرون. اذا الخوت نحاولوا نطلقوا كره الدراري في هذه المباراه هذه، المباراه الوديه اللي غتكون مع المنتخب هنا بوركينا فاسو على ما اظن يلعبوا في اسبانيا الخوت هذه المباراه هذه. نتمنوا تغلب المنتخب المغربي باش يزيدوا في التصنيف ديال الفيفا الدراري، تكون في المراتب المتقدمه. اذا هنا كره مغربيه، امين حارس كيخرج باس لسفيان امرابط، مره اخرى هنا سليم امن لاح حاولوا خرجوا كره هنا ل هنا كما كتشوفوا نصير مزراو كيشد هذه الكره هذه، لكن كترجع الدفاع ديال بوركينا فاسو. يلا نحاولوا نبقاو ضاغطين. عبد الصمد مره اخرى لازالت هنا امرابط كيحاول يرتقي امام الدفاع ديال بوركينا فاسو. يلا مره اخرى كنقصوا هذه الكره هذه، يلا باس طويل. هنا سليم امن لاح كيهرب هذه الكره هذه، نحاولوا نخرجوا كره طويله يلا الراسيه ديال امين عدلي، لكن الحارس كيتالق على الكره هذه وضاعت. امرابط كيقطع هذه الكره هذه، باس مره اخرى لعبد الصمد الزلزولي. هنا كره طويله لنا حمد الله، حمد الله كيحاول يتمركز يلا سدد يا حمد الله، لكن بعيد هذه الكره هذه وكتضيع كما كتشوفوا. اذا هنا كره مغربيه كما كتشوفوا، سليم املاح باس طويل مره اخرى. هنا حمد الله كيخرج كره طويله للزلزولي، الزلزولي لانفراد نحاولوا احتوى الكره هذه، لكن الحارس كيسبق الدري وكيجبد هذه الكره هذه وضاعت. يلا سليم املاح باس طويل مره اخرى عبد الصمد الزلزولي، نحاولوا نطلقوا باس لحمد الله، حمد الله دائري يا حمد الله كيوضع في شباك الخط 1-0 كما كتشوفوا. اذا عبد الرزاق حمد الله 1-0 كيقدم المنتخب المغربي على المنتخب بوركينا فاسو 1-0 بهدف عالمي كما كتشوفوا. اذا هذا هو الهدف العالمي ديال عبد الرزاق حمد الله في الدفاعات ديال هنا بوركينا فاسو. اذا 1-0 المغرب. كره مره اخرى يلا نصير مزراوي كيقطع الكره هذه مره اخرى عبد الصمد، عبد الصمد باس لحمد الله، حمد الله حاول تسدد من بعيد لكن الحارس كيتالق مره اخرى. والركنيه للمنتخب المغربي. اذا هنا الركنيه نحاولوا الدراري نديروا بعض التغييرات للمنتخب المغربي الخوت، ونعزوا التشكيله ديالنا. اول حاجه نخرجوا عبد الرزاق حمد الله ونحاولوا ندخلوا هذه المره هذه يكون في المشاركه يكون الكعبيه الدراري، نخليه يكون راس حربه.
وعنا كذلك نحاولوا الدراري نزيدوا شي جوج تغييرات ندخلوا عطيه الله الدراري في المكان ديال نصير مزراوي، وكذلك نزيدوا تغيير واحد اخر اللي هو عز الدين اوناحي في المكان ديال امين حارس. اذا الدراري بعد ما درنا التغييرات ديالنا فعندنا هنا ركنيه للمنتخب المغربي عند صمد الزوجي كيرفع الكره الطويله، لكن الحارس كيخرج على الكره هذه وكطيح مره اخرى زاد اشرف. يلا حاول الضغط نزيدوا الدراري نضغطوا عليهم ونجيبوا الهدف الثاني لما لا. اذا هنا رومان سيس كيرساق مره اخرى امرابس خرج كره طويله لسليم املاح باس مره اخرى لعبد الصمد. عبد الصمد على الطاير لكن مره اخرى كيتالق الحارس ديال بوركينا فاسو الركنيه. اذا هذه هي الكره الدراري اللي كانت غيكون الهدف عالمي، لكن التالق ديال الحارس خرجها للركنيه وضاعت. اذا هنا ركنيه مره اخرى عبد الصمد الزلجل كيحاول يرفع حاول ترتقي هنا امرابط كيجبد هذه الكره هذه نحاول نخرجوا باس. هنا يحيى عطيه الله كيسدد من بعيد هدف عالمي الخوت الهدف هذا كما كتشوفوا. اذا يحيى عطيه الله كيمارك الهدف الثاني للمنتخب المغربي باي طريقه الدراري مباشره الخوت من برا مربع العمليات الى الشباك 1-0. اذا هذا هو الهدف العالمي ديال يحيى عطيه الله من بعد الاسيست ديال امرابط، وهنا التسديده اللي كانت ديال يحيى عطيه الله مباشره في شباك بوركينا فاسو 2-0. اذا هنا الكعبي كيحاول يمر حاول نخرجوا باس لعبد الصمد الزلجولي كيتوغل هنا في مربع العمليات والهدف الثالث 3-0 قضية الامر على المنتخب بوركينا فاسو ثلاثيه مغربيه. وهنا عبد الصمد الزلجولي اذا الخط وصلنا للدقيقه الاخيره كما كتشوفوا مازال متقدمين 3-0 على بوركينا فاسو. هنا هجمه مغربيه لما لا نجيبوا الهدف الرابع في هذه الكره هذه الكعبي كيحاول يخرج امين عدلي لكن ما كيمرش امام الدفاع البوركينا فاسو سلط المباراه على اثر النتيجه هذه 3-0. اذا الانتصار ديال الدري اللي جا على بوركينا فاسو في المباراه هذه وديه. فبالتالي هنا الدري كنشكركم على المشاهده ديالكم، الى عندكم شي افكار خليهم لي في التعليق ان شاء الله نديرهم في هذه القناه هذه. فشكرا لكم على المشاهده الله.